ننقد معناها النهضة كسياسة وكفكر وكطرح وكإيديولوجيا، لكن معناها الواحد يجب يكون مش منصف لكن يكون معناتها أوبجيكتيف، فهمت؟ الأحزاب الأخرى كذلك بما فيها الأحزاب اليسارية مسؤولة على الوضع هذا. يعني شوف، عندما توهم الشعب التونسي أنه قام أكبر ثورة عرفها التاريخ، وأن الشعب التونسي ما فماش كيفه في العالم، وأنه طاح بديكتاتورية أكثر وحشية من النظام الشمولي النازي والنظام الفاشي الموسوليني، يعني كل الأساطير منذ جان في 2011 تركت أثارها الرأي العام اللي أوهموه الثوار بما فيهم عملاء قطر وحلفاء أمريكا أن ثورة الياسمين باش تنتقل بهم من الظلمات إلى النور، من الفقر إلى الرخاء، من البطش إلى الحرية، من الليبرالية الوحشية إلى العدالة الاجتماعية إلى آخره. شفت هذا كله ترك أثاره. وأخطر شيء يعني اعتقادي وقع في تونس وحتى في مصر هو يعني ضرب الدولة وهيبتها، هذه النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية ضربك التعايش السلمي والحضاري بين الناس، فهمتني؟ وهذايا باش يصعب الحق بناؤه من جديد. المسألة مسألة الاقتصاد، وإن كانت معناتها وإن كان اقتصادنا توا منهار، أنا ما نقولش فما أزمة في تونس، نقول فما معناتها اقتصاد انهار، النظام البائد كما تقول الجزيرة خلى تونس في حالة أخرى. اليوم عندنا قرابة المليون بطال. اليوم يعني القدرة الشرائية متاع كما تفضلت متاع التونسي معناها طاحت للحضيض. الناس اليوم تفغم، فهمتني؟ لكن الحكومة هذه المؤقتة ما هي شيء غير قادرة، خاطرها معناتها فما وضع اللي هو لو كانت البطالة أو الفقر يسهل معالجتهم، لكن الأمر كذلك في أمريكا وفي فرنسا وفي اليونان، فهمتني؟ وفي إسبانيا وفي البرتغال، فهمتني؟ يعني مش سهل باش الواحد معناتها بين عشية وضحاها، فهمتني؟ كما وعدوا الشعب التونسي، فهمتني؟ باش يحلوا المشاكل هذه كلها. كانت ربما تتعالج لو كان العملية والانتقال من إلى في جانفي 2011 وقع بطريقة أخرى، كنا نجم نكونوا في حالة أخرى اليوم، فهمتني؟ لكن هيهات، اليوم كل دولة لاهية معناها بأزمتها، وتونس ما تنجمش تخرج من المعضلة هذه، فهمتني؟ الاجتماعية والاقتصادية. يعني كنت معناها عندنا كان عندنا طود كرواسانس معروف معناها بين 2.5 وصل الخمسة ونص في بعض السنوات، فهمتني؟ اليوم عندنا معناتها عجز اليوم نمو صفر أو تحت الصفر.